أسبوع فيما يخص ضرورة التشخيص لهذا المرض الذي أصحى الآن مرض العصر كما يسمونه. إذن أعداد كبيرة في كل عام تسجل بالمصابين بالغدد الدرقية. للحديث أكثر حول هذا المرض وأسعد باستضافة البروفيسور عشير سامية، طبيبة أخصائية في الغدد الصماء. صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير، أهلا بك. نشكركم على هذه الاستضافة، وانا فرحانه بزاف بزاف باللي جينا ونحسوا الشعب الجزائري بهذا المرض اللي راهو يجي بكثره. نعم، اسمحوا لي باسكو جي با ابيتود بارلي اون بلوس اون اراب، دونك معليش ماشي مشكل، بالعربيه نتكلم باللهجه اللي تقدر توصل للمشاهد الكريم. فقط نذكر ذكر باللي هذا المرض هذايا راهو ليك بكثره في هذه الايام. نعم، وكان بزاف الاسباب، صح السبب المحدد لظهور هذه الامراض ما نعرفوش بطريقه ديزاديغ اكزاكت، طريقه واضحه، مي سي تري تري بيان سيدير بلي راكو ديروا هاد الحصص ونشجعوا هاد الحصص باش نقدروا اوموان نوعيو الشعب تاعنا. مي رانا نحسوا في هاد الايام الاخيره وهاد الشهور الاخيره بلي الشعب تاعنا راه متحسس وراه واعي بهذا المرض، بهذا المرض اللي يخص الغده الدرقيه. نعم، الوغ جو فوز انفورم دونك. طيب قبل هذا فقط بروفيسور نذكر المشاهدين الكرام بامكانيه التواصل معنا اسفل او على رقم الظاهر اسفل الشاشه او الذي سيظهر بعد لحظات اسفل الشاشه من اجل استفساراتكم اكثر حول هذا المرض. وعرفينا اكثر بالغده الدرقيه، انت قلت انه لحد الان ما فيش معلومات واضحه لماذا الارتفاع هذا مقارنه ب ربما بالاعوام الفارطه على حد سواء. دابوغ لازم نعرفوا الغده الدرقيه وين جايه. نعم، سجل الشعب الجزائري هاد الغده الدرقيه جايه في العنق. نعم، جايه في اسفل العنق. نعم، ومن تحت تفاحه ادم سكون ابيل لا بوم دادون. نعم، هذه الغده هي غده صغيره. نعم، موجوده هنا وعندها بروبليم سيك الحجم تاعها صغير مي الدور تاعها كبير. نعم، هذه الغده عاده تمد انواع من الهرمونات. نعم، تنضم الينا الدكتوره ايضا. تفضلي دكتوره، صباح الخير، اهلا بك، ولكن تفضلي هنا مكانك. اهلا وسهلا. نعم، شكرا، صباح الخير. لا، زيدي دناي شويه هكا. بالضبط، ممتاز. طيب اليك الخط، حضر قطعتك. الغده الدرقيه هي غده صغيره كما قلت لهم، هي غده صغيره جايه في قاعده العنق، جايه من تحت العنق. وهذا كيش نقول السياج تاعها راهي موجوده تحت تفاحه ادم. الناس يعرفوا كاع بزاف تفاحه ادم في العنق. نعم، لا لا كملي. تفاحه ادم هي صح غده صغيره بصح اللي عندها الدور تاعها كبير، باسك تقدر تمد هرمون. والشعب الجزائري يعرفوا لا تي 3 ولا تي 4 كيديروها في التعييرات، وجو سوي سور كو بزاف من الناس اون بارتيكولي المراه، باسكو هذا المرض اللي يخص الغده الدرقيه يقيس اكثر المراه كو الراجل، ويقدر يقيس جميع الفئات المجتمع كسوا المراه الراجل ولا الاطفال. بصح كي يقيس المراه كاين نتائج كبيره سورتو كي تكون المراه حامل على الاطفال، هذا هو المهم. طيب، سورتو المراه الحامل. يقول لك انه هذا المرض يجي نتيجه ستريس، يعني القلق اكثر، لان هرمونات القلق يزيدوا في التحاليل سواء. لان بارمي سيغ الاسباب اللي تنحي الاخر تعجل في الخدمه تاع هذه الغده الدرقيه كسوا دون لو سونس وين تزيد في الخدمه ولا تهبط في الخدمه تاعها، هي الامراض الذاتيه، الامراض المناعيه الذاتيه. الامراض المناعيه الذاتيه واش هي؟ كي سيغ كيسيون دو اكسبليكي نشرحوا للشعب الجزائري. واش هي الامراض المناعيه؟ سي كل انسان عاده كي يكون عندك مرض ولا عندك انفيكسيون تربي كيف شو اجسام مضاده لي زونتيكو ضد الجسم، ضد هذا المرض كونتر اون انفيكسيون، ضد الميكروب كونتر لو فيروس ولا. مي عاده مع هذا الستريس اللي راهو يعيشه الشعب وفي الحالات الخاصه اللي رانا نعيشوها هاد الشهور اون بارتيكولي مع الكورونا، كاين لو ستريس راهو ليك في كيفاش يقولوا راهو ليك في اعلى القمه. وهذا الستريس واش يدير؟ يقدر يولد امراض مضاده مناعيه ذاتيه، تجيغ الانسان ينتج يفرز مضادات ضد الغده تاعو
ضد انسجه الغده تاعو لي زونتيكور سكون ابل لي زوتو انتيكور ضد الغده طيب. وهذا ما يولد ملي الغده الدرقيه تاعو تولي ما تخدمش مع مرور السنين. طيب هي حمله تحسيسيه تقومون بها بتعريف اكثر بهذا المرض وايضا بضروره التشخيص. وقبل ان نستقبل اول اتصال نرحب بك يا دكتوره بروفيسور، عرفينا اكثر بنفسك. اهلا دكتوره بوزيد عائشه، طبيبه مختصه في الامراض الغدد بمستشفى بنوغين. نشكركم على الضيافه واعطيتونا يعني فرصه باش نهضروا ونتكلم على امراض الغده الدرقيه. كما قالت زميلتي استاذه عشير ساميه، هذه الغده يعني جايه غده صغيره توزن على الوزن تاعها 30 غرام، يعني صغيره ما عندها يعني اهميه كبيره في الجسم. هي جايه في القصبه الهوائيه مباشره، عند كي تفرز هرمونات، هذه الهرمونات هي غده صماء يعني ما عندهاش قناه على الخارج، هي تفرز هرمونات داخل الدم ديريكتومون لا تي 3 اي لا تي 4. وهذه الغده عندها كي تكون خلل فيها، خلل هذا يقدر يكون افراز مفرط في الغدد، سي سكون ابل ليبرتيرويدي، نشاط كبير في الغده تفرز هرمونات كبيره. ولا كي تكون كسل او خمول في الغده يعطي ليبوتيرويدي. يعني لدينا نوعين الخمول اما الافراز بكثره. هذه هو طيب قبل ان نتكلم عن هذه التفاصيل نستقبل اول اتصال من بيرتوتا. صباح الخير، اهلا بك. مرحبا بك الاخت، تفضلي اذا كان في عندك سؤال. دائما في الاسبوع التحسيسي العالمي للغده الدرقيه. صباح الخير. نعم صباح الخير، تفضلي. تعيشي حبيت نسقسي اسكو هذه تاع الغده الدرقيه طيب الانسان في اي عمر ولا غير كيكون صغير ولا الفئه العمريه؟ صحيح هي طيب. شكرا لك. صحيح هي نعم. تقيس كاع الفئات من اكثر تقيس المراه اون باسكي لا فام صغيره سيغ من فوق بين العشرينات ثلاثينات اربعينات، مي تقيس كاع الفئات، تقيس الفئات الكبيره سيغ الشيوخ العجز، وتقيس الاطفال من حالة ستجيغ من الولادة زمن الولادة حتى الجنين ستجيغ من طيب. الولادة بس في الجنين في الكرش تاني كتحس. وعلاش؟ علاش خاطر الهرمونات هذه عندها أهمية تبدأ الدور تاعها من يعني من الجنين كي يبدا يعني يتطور يتكون شكرا من كي يبدا يتطور هاد لي زومون انديسبونسابل يعني عندهم أهمية سورتو في لو ديفلوبمون دو فيتوس لو ديفلوبمون اي لو ديفلوبمون سورتو سيربال النمو العقلي سورتو ديفلوبمون سيربال. هذا هو احنا على بالي احنا ناكدوا ونزيدوا ناكدوا بلي هذه الهرمونات تاع الغده الدرقيه عندها دور فعال في نمو الدماغ المخ لو سيستيم نيرفو سنترال تاع الطفل. دونك بالك كيكون نقص في الافراز عند المراه الحامل يقدر يصرى مشاكل اون بارتيكي مشاكل خلقيه. طيب راح نتكلموا على اعراضها اكيد وبما تؤثر. طيب دكتوره عائشه حدثينا اكثر عن الاسبوع العالمي التحسيسي للغده الدرقيه، ما هو الهدف منه؟ كيف تقومون به؟ يعني حدثينا عن اكثر تفاصيل. احنا يعني على طول العام ما نقولش يوم عالمي، احنا في السيرفيس تاعنا جون فاسون جينيرال دائما عنا في الحمله التحسيسيه، خاطر علاش هذا المرض مهم جدا واخطار، الاخطار الناتجه عنده تكون سخطو قلنا على الجنين والطفل هذه. دونك احنا الحمله تاعنا طول العام في بلد مخصصه هذا اليوم العالمي باش نزيدوا نوعي اكثر الناس. مي احنا ما نقولكش نهار، انا عندي طول العام وانا خدمة تاعي سي مون ميتي، انا كل يوم نشرح للناس، عندي لي مالاد، عندي دركا رانا في وقت الكورونا بالتليفون لا تيلي ميتين، يعني على طول العام وحنا نوعيو في الناس. عطاتنا فرصه باش نزيدو اونكوغ نوعيو الناس، وحتى دي فوا نو مالاد يعيطوا لنا باش يعني كاين دي فوا استفسارات ولا حاجه نزيدو نعطيو لهم. وعندنا يعني كاين دي فوا عندنا دي لابوغاتوار يعاونونا باش هذه المهمه تلحق للشعب، باش نقول لهم باللي سورتو كاين دي مالاد وكاين ميم يوم عالمي واحد اخر ما هضرناش على لي كونسير دو لا تيرويد، باسكو في هذه الغده كاين الخلل في الافراط او في الكسل تاع الغده، مي كاين الكونسير دو لا تيرويد صاوي سي سي تري امبورطون سي ان كونسير فريكون. بالضبط نحاولوا نستغلوا اكثر معلومات ونحاولوا نحاولوا انه نستقبلوا يعني مكالمات، خليني نقول نظرا لضيق الوقت، ولكن نستقبلوا ثاني مكالمه اللي ربما هي
قبل الأخيرة من ولاية بجاية. نعم صباح الخير مريم. أهلا بك مريم. صباح الخير. مرحبا بك. صباح الخير. أهلا وسهلا. حبيت نسقسيكم في الغدة الدرقية، أنا صرات لي غروسيس أغيتي. طيب. أطري حبيت نفهم على السبة مالغري كان عندي دو في قبل. درت لي زاناليز. غروسيس أغيتي. طيب شحال في عمرك مريم؟ 39 عام. مي سقسي وا اسكو دارت التعيار كي كانت اكيد تقدري تتواصلي معها دكتوره مدام اسكو درتي التعيار كي كنتي في الحمل درتي التعيار تاع الغده الدرقيه اسكو لو جينيكولوج تاعك عطاتك جوستومون ما درتش دو موا حبسه دو موا حبسه ما درتش ما درتي حتى تعيار ما درتش اطري حبيت نفهم السبه وعلاش درت التي اس اش وحدي مي طاح في لي نورم قريتها وحدي طاح في لي نورم ماشي زايده كي رحت للجينيكو قالت لي راهي زايده مالغري 5 فيرغول زايده قالت لي زايده هذا نجاوبوها نقدروا نجاوبوك بهذه الطريقه نورمالمون اكطوالمون البيلون هذايا اللي رانا نديروه لا تي اس اش دي جينيكولوج يديروه نورمالمون من الاحسن قبل الحمل اي انا ما على باليش ما صحش قبل الحمل بصح كي يكون الحمل في صديق الشهور الاولى تاع الحمل نديروا لا تي اس اش الوغ ميم كي يكونوا عندك لا تي اس اش تكون عندك دون لي نورم ماشي في الخمسه باسكو لي نورم تاع لابوغاتوار بين 0.25 حتى 4 ودي فوا دي لابوغاتوار 4.20 4.50 دونك انت عندك خمسه ديجا لا تي اس اش تاعك راهي طالعه من لي نورم تاعها دونك انت المراه الحامل ماشي الهدف تاعنا في المراه الحامل ما تكونش لا تي اس اش في لي نورم لا تي اس اش باش يكون الحمل ويطور بطريقه عاديه لازم لا تي اس اش تكون تحت 0.2.5 دونك راكي تشوفي حاله طبيعيه بالنسبه للحامل حامل هذا طيب. حامل مراه حامل لازم لا تي اس اش تاعها تكون تحت 2.5 طيب. واضح شكرا لك مريم شكرا جزيلا مازال عندي سؤال نعم باختصار فقط مريم تنخلو فرصه لي بوتي لي بوتي روكس 25% 25 ميلي غرام اسك عنده تاثير ولا ما عندوش الدواء او كونترير با دو تو المراه كي تكون عندها ليبوتيرويدي ولا تي اس اش كي تشرب ليبوتيروس وتنورماليزي باسكو حنا المراه كي تكون حامل في الشهور الاولى نديرو لها لا تي اس اش ولا لقيناها طالعه نمدوا لها لو ليفوتيروكس كي تشوفي دونك نمدوا لها ليفوتيروكس دونك ليفوتيروكس ما عنده حتى تاثير على الجنين او كونترير كاين دراسات تقول بلي كي نمدوا ليفوتيروكس نقصوا من هذا الاجهاض المبكر نقصوا من هذه الولاده المبكره نقصوا بزاف المشاكل اللي داروا عند المراه واللي داروا عند الطفل بسبب هذا الامر وما نقدرش نشربوا افي يا اخي ماشي افي نورمال ما نقدروش نقولوا لك بالضبط شكرا لك مريم شكرا شكرا حيجاوبوك بقاي معنا تسمعي اكيد التفاصيل دكتورة أنا عندي يعني معلومات حول الغدة الدرقية بما أنه كنت أنا من بين المصابين بالغدة الدرقية الحمد لله حاليا كل تحاليل تعافيت الحمد لله أكيد نوضح نقطة أنه ما هي ربما وقتاش نقول أنه الإنسان مصاب بالغدة الدرقية سواء في التحاليل سواء أحيانا يتطلب إيكوغرافي يعني باش نعرفوا أنه هذاك عنده غده درقيه وليفوتيروكس ليفوتيروكس كيفاش نعرف لازم ياكل ياخذ 25 ولا 50 ولا 55 لا سمحتي لي برك نواصل عند طيب. المراه الحامل المراه الحامل يعني قلنا احنا المراه الحامل هذو الهرمونات مهمه للام والطفل ولا الجنين الجنين سورتو نعرفوا باللي الفصل الاول من الحمل الجنين مازال ما تفرماش مازال ما يعني ما تكونش طيب. دونك هو واش لازم له الهرمونات تاع الام هما اللي هما اللي يروحوا عند الجنين هما اللي راح يديروا له النمو تاع العقل تاع يعني الجسم تاعو ياخذ من الام ياخذ من الام شكرا الفصل الاول من بعد الفصل الاول الغده الدرقيه تبدا تتكون بشويه يعني من الفصل الاول حتى الفصل الثاني ديبي دوزيام تريماست تولي فونكسيونيل يعني تولي تعمل اخت اذا الفصل الاول هو الام لازم تكون الهرمون تاعها يعني تكون متعادله لا كانت حابطه ولا طالعه سي سكون ابل لي ديستيرويدي دو لا فام انسانت يعني خلل في الغده الخلل يعني اللي يكون لو بلو فريكون الخلل عند الام هو الكسل الغده يعني ليبوتيرويدي خمول الغده هو لو بلو فريكون وعندنا النشاط الزائد اذا الفصل الاول المراه لازم تكون لا تي اس اش تكون نورمال تكون موان دو 2.5 لكن الطالعه فاتت 2.5 هنا وين تعطينا الخلل بالنسبه للمراه الحامل المراه الحامل نعم اذا لا فاتت 2.5 هنا واش يصراو اضطرابات منها اول المراه واش قالت
قالت جابوا اختي صار لها اجهاض، والاجهاضات اللي يعني المتعدده متكرره شكرا هذه تكون خلل في الغده. الجينيكولوج كما قالت الاستاذه اشير يدومونديوها سيستيماتيكمون، ديك هي دو بريفيرونس المراه كي يكون عندها مرض معين باين مقبل الحمل لازم تكون اكيليبغي، تكون الطبيب تاعها يعدل لها على تي اس اش. تكون مثلا المراه ما تكونش معروفه ما عندهاش مرض معين، اذا ما قبل ما نديرو نورمالمون يعني اون دوفري دوموندي شاك فام اونسينت ما قبل لا غروسيس او موين تي اس اش، او موين تي اس اش ولازم تكون تحت 2.5. اذا الا كانت بالحمل والمراه اللي قالت لك كانت 5 راهي اون هيبوثيرويدي راهي ديجا عندها خلل في الغده، خمول في الغده، لازم لها دواء. اذا نبداو الدواء مدي بلا ما نستناوش، خاطر قلنا هي راهي تكون الهرمونات تاع الام. الو درك الدواء كيفاش نبداوه؟ نبداوه بيان سور سي لو ميدسان اندوكرينولوج كي فا لا سويف، يبدا لها بالتريتمون، يبداوها فيبل دوز، نبداو 25 50، المهم نبداو فيبل دوز كل 15 يوم ما نستناوش بزاف باسكو لازم نعدلوها تمتم. طيب. 15 يوم دوموندي اون تي اس اش اي اون اجوست، يعني نعدلو في لا دوز، لا دوز عندها اون تي اس اش 5 اون لا مي سو ليفو تيروكس 25 ou 50 une petite dose 15 jours après on fait un TSH elle est bien نكملوا بلا دوز هذيك راهي مازالها ناقصه نزيدوا نعلو في لا دوز حتى وين تلحق لو بروميير تريمستر لازم لا تي اس اش تكون انفيريور ا 2.5 ا بارتير دو دوزيام تريمستر نقدروا نكونوا لا تي اس اش تكون انفيريور ا 3 ويكمل المهم لو سويفي دو لا غروسيس سي دوران توت لا غروسيس نتبعوها حتى وين تخلص. دكتورة كيف يؤثر او تؤثر الغدة الدرقية بالنسبة للخمول او في زيادة اكثر هذا الهرمون بالنسبة للعقم عند المرأة؟ العديد من النساء يلقاو روحهم ما يجيبوش دراري في النهاية بسبب الغدة الدرقية. يعني باغمي لون دي كوز، باغمي لون دي كوز تاع لا ستيريليتي تقدر تكون لا تي اس اش وتقدر قلت لك ميم الاجهاض، يعني اوتوماتيكمون يفو لا دوموندي. باسكو ديجا حنا رانا بلد ناقص في اليود، واليود هذا هو من مكونات الهرمونات الغده الدرقيه. طيب اليود لما نتكلم عن اليود نتكلم عن نقدر نتدخل؟ هذه المراه هذه اللي جهدت بصح عندها تي اس اش 5 بصح الاجهاد خلاص جاز جاز دونك نورمالمون لا تي اس اش تاعها تقدر تعاود ترجع نورمال باسكو بي افوار دي موديفيكاسيون تقرب صراو مشاكل في لا تي اس اش في لي بروميير تريمستر دو غروسيس. كيما هي راهي جهدت دونك ما راناش في حاله حمل لا تي اس اش تاعها ايكال الي ا 5 و سوبر ا 5 فوق الخمسه. هاد الحاله الى في سيتاتيغ اون دور دو الحمل نقدروا ما نعطوش لا ليفوتيروكسين، نقدروا ما نمدوش حنايا سوف سي يا اون بروغراماسيون الا كانت برمجه حمل واحد اخر لا نمدو. ولا كانت يعني تي اس اش تاعها طالعه بزاف هذه ميم كي تكون تي اس اش بلوس دو 10 يعني ما تكونش حامل هنا لازم لها دواء، لازم لها دواء فهمتيني. دونك الخمسه هذا ماشي اوبليغاتوارمون نمدوا ليفوتيروكس كي تكون المراه ماشي حامل. طيب بالضبط دكتوره وانت ايضا تطرقتم لنقطه مهمه بالنسبه للمراه اللي على بالها بلي عندها خلل في الغده الدرقيه، يعني ليفوتيروكس ضروريه انه تكون قبل الزواج وبعد الزواج ايضا اذا كان عندها على حسب خلل الأستاذ. اذا كان عندها. طبيب يعني على حسب ليزاناليز على حسب هي وشحال عندها العينه يعني عينات المرض. طيب بالنسبه اللي ما عندهاش معرفه اكثر وهذا هو الهدف من البرنامج وهذا هو الهدف منكم التوعيه والتحسيس بضروره التشخيص مش فقط انه تظهر عليها اعراض غريبه ولكن اي مراه مقبلة على الزواج أو سواء بدون ما عندهاش مشروع زواج أو فتاة عازبة يعني لازم عليها تشخص ولازم عليها تقوم على الأقل بيلون جينيرال كل ثلاث أشهر كل أشهر. نعم التعليمات العالمية نعم ما تقولش باللي لازم يديروا لا تي اس اش التعليمات العالمية راني نقول لك ستاتيغ لي تروك لي زانفورماسيون ريكومونداسيون انترناسيونال ما تقولش باللي التشخيص عام كاع يتك النساء تعليمات سيتادير كاين فئه خاصه اللي نقدروا نديروا لها لو ديبيستاج نديروا لها لا تي اس اش. هذه الفئه اللي اذا كان عندها ديجا ان باسي عندها مرض ديجا غده عندها ان كوادر اذا كان عندها لي زونتيزون تاع اجهاض مبكر ولا اكوشمون بريماتوري ولا ولدت بطريقه مبكره الا عندها
إذا كانت فوق 30 سنة، إذا كانت عندها أوبيزيتي سمينة، إذا كان عندها ديجا، هادو فئة خاصة، هادو هما اللي يديروا لهم لو ديبيستاج سيستيماتيك، سيتادير يديروا لهم تي اس اش بور تو الموند. وبالنسبة للفئة اللي يقول لك وراثة ما تقدرش تعرف. بصح 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 التعليمات يا دراسات ضد هاد لي ريكومونداسيون، دراسات تقول باللي وكان نديروا لا تي اس اش غير لهاد الفئة الخاصة، نقدروا نجوزوا على بعض بزاف 80% من الناس النساء اون بارتيكولي النساء اللي مراض بهذا المرض. دونك حنايا حنا كيفاش نوعيو بطريقه ميم ماشي عالميه نون ريكوموندي بون مانيير انترناسيونال اون دوا فير لازم نديرو لا تي اس اش. انا بور موا بوتيتر يل فودرا انفيزاجي دو فير لا تي اس اش في هذاك لو بيلون بري نوبسيال، هذاك لو بيلون اللي يديروه قبل الزواج يا اخي اوبليجي ويديروا الناس لا سيرولوجي تاع السيده وتخيك، بوتيتر يل فودرا انفيزاجي ديري لا تي اس اش في هذاك لو بيلون او موا تعرفوا بالناس هذوما النساء ولا عندهم مرض في الغده ولا حيأثر حتى راسي عليها في عند الحمل. في السؤال تاعك هضرتي مليح، قلتي في العائله لا كاين مرض وراثي. نعم كما قالت الاستاذه لو ديبيستاج اونيفرسال يعني عالمي ني با ريكوموندي، مي الي ريكوموندي دون سيرتين بوبولاسيون ا ريسك. من هذه لا بوبولاسيون يعني الجمعيه تاع الناس وين كاين لو ريسك كيكون مرض دي مالادي دي زونتيسيدون، يعني في العائله مرض عائلي تاع الغده، الغده الدرقيه هذه لازم يديروا ديبيستاج باسكو عندها خوتها، عندها خوتها عندها انتيرويديت داشيموتو ولا عندها بروبليم مالادي دبازدو، هذه ويقدر يعني يكون مرض ذاتي اخر اخر. هذه لازم تشخص تروح تشوف الطبيب. هذه كيكون مرض باين مانو ما كان حتى مرض في العائله والمراه تقلقت، يعني يكون عندها اعراض تاع الخمول ولا تاع النشاط تاع الغده نقدروا نهضروا ما هي الاعراض. طيب نتكلم عن الاعراض بالضبط. فوالا دونك لحقنا الاعراض من اعراض خمول الغده، راني نقول لك بالنسبه للخمول الخمول. طيب. اذا المراه تزيد في الوزن هذا زياده الوزن من علامات والاعراض خمول الغده الدرقيه. المراه كي تزيد في الهرمونات هذو عندهم دور في كل الجسم، في القلب مثلا نبضات القلب، في انتاج الطاقه. المراه تزيد في الوزن القلب يعود ما يخبطش بزاف، المراه تتقال تولي تكاسل، هي كسل الغده يعني الانسان يولي كسول يتقال يسمان القلب تاعو ما يخبطش، يقول لك انا عندي كونستيباسيون كرشي دائما ما تمشيش كونستيباسيون كرونيك. زيدي لي اشيب يزيد في الوزن ويقول طريقه التفكير، طريقه التفكير تولي تنقص فوالا دي تروب دو ميموار، يولي تعبان تروب دو سومي ميم لو سومي، يعني اعراض عده ترقد بزاف هذاك هو. والبيبي يقول لك البيبي كيزيد يكون عنده باغمي لي سين سي ان بيبي يرقد بزاف وما يبكيش. المراه تقول لك هايل هذا البيبي اللي تخي بيان ما يبكي ما يعني عاقل عاقل نو يفو با البيبي اللي ما يبكيش ويكون راقد نو، هذه الادوا سانكيتي ما يحبش يرضع وتقول لك هذا اذا ماشي عادي ماشي عادي. هذا بالنسبه للخمول اثنين نقطه واحده. نعم. برك باللي هاد الاعراض اللي تهضر عليهم زميلة تاعي هاد الاعراض ماشي اوبليغاتوارمون يكونوا كامل عند المراه وما يقدرش وما لازمش يكونوا بنفس الدرجات نفس الخطوره، تقدر وحده تكون عندها سيبلاستينيعيا برك هي شفنا مرضى هكا جاونا فيك تي اس اش فوق 100 الوغ كو تشوفيها ما عندها والو نفس لا سي دي سي نون سبيسيفيك سي دي سي ولكن الاغلبيه هي الاعراض متعلقه بقوه وبدرجه الخمول سيتادير ولا عندها لي زورمون تاعها ناقصين بزاف الاعراض تكون اكثر. طيب واضح. الدكتوره عائشه تكلمت على الخمول. طيب نتكلموا على اللي عندهم افراز اكثر. الافراز بجيغ لي سين الاعراض اللي شفناهم في الخمول يكونوا العكس في الزياده يكون نشاط بجيغ هي الا قالت لك بجيغ يكون نشاط مش طبيعي وي ولي باش يصرى هي واش قالت لك قالت لك زياده في الوزن ولي باش يصرى زياده في الوزن يصرى نقص في الوزن وهذا اتونسيون بوغ لا فام سي با توجور فري يقدر ما يكونش نقص في الوزن تقدر تكون بوا نورمال شي لا فام مي نقص في الوزن من ساتيغ سي لو بلو فريك على حسب البوا تريك وسمو دونك تقول لك توزن 80 كيلو تهبط 75 كيلو زاد نقص 5 كيلو سا غيس عادي داكوغ دونك سي ان اميغريسمون تنقص في الوزن. النبضات تاع القلب جينيرالمون سوفون سوفون في هذا الاخر في اغلب الاحيان الخباط وهذا هو الخباط اللي يروح يبعث الناس اللي يروحوا يضربوا الفحص والنرفزه النرفزه الانسان يولي منرفز اكيد. دكتوره عائشه ودكتوره ساميه مرحبا بكم في اي وقت يعني نظرا لضيق الوقت شكرا. فقط اكيد سنتطرق الى مواضيع شتى ومختلفه دائما في الغده الدرقيه هو مرض العصر يعني كما تسمونه يعني بنسبه ارتفاع في كل مره في هذا المرض وهذه الحالات الى انه راح نتكلموا على الوقايه ولكن نتكلم انا عن تجربتي فقط باختصار
أنا كانت الرياضة هي من بين أسباب أو الأشياء الأولى بمرافقة الطبيب أكيد اللي خلتني أنجو من هذا المرض. يعني الرياضة هي كأول عامل يعني ساعدني أكثر على نروح نسترس كل ستريس في الرياضة ونقص الوزن أيضا حقيقة. طيب إليكم كلمة أخيرة بالنسبة لي الوقاية أكثر من هذا المرض. إذا الوقاية قلنا ما طرقناش لي تخوبل دو لا كارونسيودي، هادو ما هضرناش النقص في الهرمونات، هادو النقص في الهرمونات، النقص في الهرمونات هو ناتج عن نقص في اليود. كيكون كيما في احنا في بلادنا ديجا ناقص عندنا اوف اونيتي اون زون دو كارونسيودي. الحوت غالي هذاك هو الحوت السردين غالي. السردين واش نقدروا نقولوا احنا جوستومون باش لا بروفيلاكسيودي يعني درنا في الملح درنا اليود. حنا اليود هذا وين يوجد كيما قلتي في الحوت وفي كاين يعني حنا باش نتفاداو يعني النقص، خاطر الانسان ماشي كامل يقدر يشري الحوت. هذه شيء مع اكتوالمون الله غالي يشري السردين. طيب السردين الحوت يعني اسمحي لي الفيتامين دي يعني من بين التحاليل اللي تطلب في هذه الحالات فيتامين دي، لانه كاين ناس عندهم نقص في الفيتامين دي يعني حتى وياكلوا الدواء حتى وياخذوا كل التدابير الصحيه الا انه ما تفيدهمش بما جوستومون لا فيتامين دي لقاوها في الحوت تاني في الحوت. دونك احنا المهم لا بروفيلاكسيودي كونت الا ايتي سيتوي سيتي اون با لي ا سا على سيت كارونس باغ في الملح درنا اليود. طيب بصح الملح كي باختصار الوقايه باليود، دونك الانسان كيروح يشري الملح يفيريفي لا تونور تاع اليود في الملح، باسكو كاين عندنا انواع من الملح وكاين املاح ما فيهمش بزاف اليود بارابور دونك يفو فير تري اتونسيون. بور هي نورمالمون وزاره التجاره هي اللي تراقب نوعيه الملح كما نوعيه الملح الملح ونورمالمون تاعنا الملح راهو في يعني في لينون في لينون. طيب واضح. نصيحه اخيره لكل منكم يا دكتوره. انا نشكركم دابور على الضيافه، عطيتونا فرصه باش نهضروا مع يعني الشعب الجزائري خاصه المراه. المراه سي تري امبورتون باسكو سورتو كي تكون مراه على مشروع يعني زواج وحمل لازم تتهلا بصحتها، تكون يكون الوزن تاعها يزيد ينقص يكون عندها مشاكل لازم تشوف طبيب. طبيب الحمد لله عندنا لي ميدسان جينيراليستي سون تري بيان فورمي، تروح تشوف ميم ماشي لازم سبيسياليست، الميدسان جينيراليست يقدر يشخص والحمد لله كاين يعرفوا الدومين هذا، غير يكون مشكل ما يقدرلوش ميدسان جينيراليست يبدا تريتمون وي ناغيف با يبعث يعني وحنا نفورميو لي ميدسان يعني كلكو سوا ميم جينيراليست باش يعرف هذه يعني نورمالمون عندها تقدر تشوف نيمبورت كان ميدسان وكي يكون مشكل يقدر ينصحها ويعطي لها المعلومات بالتحاليل تاعو. اكيد التحاليل تاعها راح يبان كلشي. يفو فيغ سكو تخيك لوخر النصيحه الاخيره سكو المراه باختصار المراه لازم دير لا تي اس اش، ديرها او موا كي تكون جون في وديرها ميم قبل ما يكون الحمل. طيب هذا بالاخر واضح. شكرا جزيلا لكل من البروفيسور عاشر ساميه على كل هذه التوضيحات، ايضا بروفيسور وزيدي عائشه هكذا وزيد عائشه على كل هذه التوضيحات، اخصائيات مختصين اطباء او طبيبات مختصات في الغدد الصماء، بتوفيق لكم واهلا بكم في اي وقت. اذا مشاهدينا الكرام الساعه الان تشير الى 8 بالتمام بتوقيت الجزائر، اذا موجز لاهم الانباء وزميله ناديه كمادي اليك الكلمه ناديه. شكرا زهيده. مشاهدينا اهلا بكم مجددا الى موجز.